قال وأحسن عبادة ربه، أحسن عبادة ربه، والمعنى أنه عبد ربه عبادة قائمة على الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة لا تقبل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله، قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قال تعالى ألا لله الدين الخالص، قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ بالنية. والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك المتأمل في كتاب الله عز وجل يجد بأن الشريعة أمرت بإحسان العمل لا بإكثاره، لأنه ليس المقصود الإكثار من العمل، إنما المقصود إحسان العمل. قال تعالى أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض أصوبه، أخلصه وأصوبه، قال أخلصه وأصوبه. فقيل له يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن على سنة رسول الله فلا يقبل، وإذا كان صوابا على سنة رسول الله ولم يكن خالصا لله لا يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد للمسلم أن ينظر إلى هذا الأمر، فليست العبرة بكثرة العمل وإنما العبرة بإحسان العمل، قد دلت على هذا نصوص كثيرة في القرآن والسنة.